تجربة كتابة فيلم ليه داخلي جت بعد 8 سنين من المحاولة والإصرار على دخول الوسط السينمائي. من 2009 حصلت على ورشة سيناريو مع الكاتب والمخرج عمرو سلامة والكاتب والمخرج محمد دياب، ثم حصلت على ورشة أخرى مع الكاتب محمد ماير. ومن 2009 إلى 2017 كتبت حوالي 10 سيناريوهات وكتبت 5 روايات. ذهبت بمختلف هذه الأعمال سواء روايات أو سيناريوهات إلى مختلف صناع السينما في مصر، من المنتجين إلى المخرجين إلى النجوم. لكن دخول الوسط السينمائي في مصر أمر في غاية الصعوبة، ومن فرقات القدر إن كواليس صناعة السينما اللي أنا لمستها بنفسي في محاولة دخول هذا الوسط فادتني جدا، بالإضافة إلى عملي في الوسط الصحفي الفني اللي أتاح لي إن أنا أدخل الكواليس وأعمل لقاءات مع الفنانين. في كتابة فيلم سينمائي بيتكلم عن سلبيات ومشكلات السينما المصرية، وده ترتيب قدري غريب بالنوع. بعد كل هذه السنين من المحاولات كنت بتواصل مع الفنانة بشرى من سنة 2009 واقترحت عليها أكثر من عمل سينمائي، وفي منهم اللي كان عاجبها، لكن كانت الأمور بتتوقف لظروف إنتاجية خارجة عن إرادتها وعن إرادتي. كنت بتواصل مع صديقي المخرج حسام الجهري في أكثر من مشروع ولم يرى النور وتوقف له ظروف إنتاجية. فهشاء السماعي العليم وإن حسام أيضا كان بيتواصل مع بشرى في مشاريع أخرى لم تكتمل. فالثلاث أشخاص اللي كل واحد فيهم كان حريص إن هو يشتغل مع التاني، دي فجأة فيلم ليل داخلي من خلال المنتج أشرف أدرس اللي تواصل مع المخرج حسام الجهري في سنة 2016، يونيو 2016 تحديدا. قال أنا عندي فكرة وما عنديش حرفية كتابة السيناريو، برشحك يا حسام ان انت تخرجها وعايزك ترشح لي سيناريست يكتبها. فحسام بناء على العلاقة السابقة بيني وبينه قال له ارشح لك سيناريست يمكن ما فيش لي عمل، لكن انا قريت اعماله بيني وبينه اللي هي ما شافتش النور وشايف ان هو سيناريست كويس. احنا الاثنين لما جينا بنتكلم في الترشيحات احنا الاثنين رشحنا بشرة، كنا بنحلم ان احنا نشتغل مع بشرة، فاتجمعنا كلنا مع بعض.